is this that cometh from Edom with dyed garments from Bozrah? This that is glorious in him with dyed garments from Bozrah? This that is glorious in his apparel, traveling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel? Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this, robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength? It is I, speaking in righteousness, mighty to save. Why are your garments red? Chapter 63. Who is this that cometh from Edom with dyed garments from Bozrah? This that is glorious in his apparel, traveling in the greatness of his strength. I that speak in righteousness, mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel? فيدخل العراق ويضطر إلى منازلة اليماني في أرض الجزيرة. وسيد الشهيد يذكر يقول وأرض الجزيرة وهي أرض ما بين النهرين في العراق. إذن السيد الشهيد يعترف هنا على أن أرض على أن اليماني في العراق ومنازلته للسفياني تكون في العراق. فأرجو الالتفات. ثم يسير إلى الكوفة فيمعن فيها قتلا وصلبا وسبيا ويقتل أعوان آل محمد ورجلا من مسميهم. وقد سمعت ما في الأخبار من أنه ينادي مناديه في الكوفة من جاء برأس شيعة علي فله 1000 درهم وتكون أولاد وتكون إمارتهم إمارة أولاد البغايا. إلا أن ذلك لا يعني كفكفة غلواء السفياني بعد أن ملك سوريا والعراق والأردن وفلسطين ومنطقة واسعة من شبه الجزيرة العربية وهدد الإمام المهدي وحاربه، بل سيبقى حكمه ريثما يظهر المهدي بعد الخسف بقليل ويرد بجيشه إلى العراق ويناجزه القتال فيسيطر عليه. وسوف نأخذ موضوع الخسف ونتكلم كيف أن السفياني يتحرك بجيشه إلى ما يتحرك بجيشه إلى مكة ولا المدينة، ولكن بطبيعة الحال لا يستطيع أن يدخلها. سوف نفهم هذا الأمر في موضوعنا الخسف. نأتي على قضية مهمة جدا يذكرها السيد الشهيد واقعا، وهي قضية حرب الإمام مع السفياني. هذا الموضوع فيه أحاديث كثيرة ينقلها السيد الشهيد عليه أفضل الصلاة والسلام من جانب، ومن جانب ثاني السيد الشهيد له فهمه المركزي لهذه الأحداث، ويعطينا شرحا مفصلا سوف نقف عليه مفصلا في قضية حرب الإمام مع السفياني. فلذلك السيد الشهيد يذكر هذه الروايات في الجزء الثالث صفحة 171. يذكر يقول في رواية في حوادث الظهور في كتاب إسعاف الراغبين صفحة 138، وأرجو الالتفات إليه. يقول وإن السفيان يبعث إليه من الشام جيشا فيخسف بهم في البيداء، فلا ينجو منهم إلا المخبر الذي يخبر السفياني بأنه الجيش قد خسف به، ثم يأتي الكوفة فيطيل فيها المكث ما شاء الله له أن يمكث حتى يظهر عليها ويسيطر عليها، ثم يسير حتى يأتي العذراء وهو من معه، وهو يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني فيدخلون مع الإمام، وأناس كانوا مع الإمام فيدخلون مع السفياني. ثم قال أبو جعفر يكون لصاحب هذا الأمر غيبة إلى أن يقول لأصحابه سيروا إلى هذا الطاغية يعني السفياني فيدعوه إلى كتاب الله وسنة نبيه، فيعطيه السفياني من البيعة سلما، فيقول له كلب وهم أخواله ماذا صنعت؟
ما هذا الذي صنعت والله ما نبايعك على هذا أبدا فيقول ما أصنع فيقول استقبله أي قاتله فيستقبله ثم يقول له القائم صلى الله عليه وآله وسلم خذ حذرك فإني أديت إليك أي نصحت إليه وأنا مقاتلك فيصبح فيقاتلهم فيمنح الله أكثر فهم ويأخذ السفيان أسيرا فينطلق به فيذبحه على باب باب لد أو باب الفيل في منطقة الكوفة الذي يفيدنا في هذه الروايات إن السفياني بطبيعته كما قلنا لا يستطيع أن يكون له قرار سياسي مستقل لماذا؟ لأنه يقدم من بلاد الروم وله ارتباط مع أخواله سمتهم الروايات بنو كلب والسيد الشهيد قال إن سبب تسمية الروايات لبني كلب لأنهم كانوا مسيحيين إذن السفياني بما هو سفياني لا يستطيع أن يتأخذ قرارا منفصلا عن المسيحيين وعن بطانته التي يذكرها السيد الشهيد يقول إنها بطانة متشددة متصلبة على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا من جانب الجانب الثاني والغريب إن السفياني يتخذ من العراق مقرا له من الكوفة والظهر يتخذ مقره في بغداد والروايات وفهم السيد الشهيد سوف نذكرها قبل أن نستعجل سوف نذكر فهم السيد الشهيد والروايات على أن السفياني يبدأ يتحرك بين بغداد والكوفة ويلتقي بالإمام حتى أن الروايات تذكر على أنه يطلب لقاء الإمام بالكوفة ويذهب إلى الإمام بالكوفة ويلتقي بالإمام بالكوفة ويرجع إلى منطقته ويعيره أخواله بني كلب ويرجع إلى الإمام يفند مع الإمام جميع ما اتفق عليه الظاهر واقعنا الظاهر من الروايات سوف نأتي عليها مفصلا وتشاهدون الشرح الغريب العجيب للسيد الشهيد رحمة الله الله تعالى عليه. الروايات تذكر ان هناك علاقة بين السفياني وبين الامام ولكن اكرر واقول ان السفياني عندما يذهب الى الكوفة ويلتقي بالامام ويعقد معه صفقات هاي من بعد الخسف ومن بعد الحرب هذه الصفقات كلها السفياني لا يعي ولا يعلم انه الامام ولا يعرف انه الامام ولا يعتقد بامامته ولا يعرف انه الامام الثاني عشر كل ما في الامر يعتقد بقيادة الامام وانه شخص عراقي متمرد عليه حتى ان السفياني عندما يقاتل الامام وانه عندما يحشد الجيش على الامام يعتبر الامام شخصا متمردا يثير القلاقل والبلابل على حكومته فالسيد الشهيد يقول من خلال هذه الجنبة من خلال ان السفياني ينظر الى الامام انه شخص متمرد على حكومته يجهز له الجيش ويذهب لقتاله وهو بعد لا يعي ولا يعتقد انه الامام حتى ان السيد الشهيد يقول لو كان يعتقد انه الامام لتغير موقفه لعله لاننا سوف نثبت من خلال كلام السيد الشهيد ان السفياني يذهب الى الامام بالكوفة بل يقول له يا ابن العم بل يظهر من كلام الامام مع السفياني على انه شيعيا ولكن هو ينظر الى الامام اكررها ينظر الى الامام انه شخص متمرد على حكمه من جهة ومن جهة ثانية يهدد حكمه في العراق فلذلك يبدأ يجهز الجيش اليه زين اذا قلنا انه جهز الجيش هذا الجيش تعداده 100,000 من المقاتلين يذهب به بين الركن والمقام وسوف نفهم وقلنا بالصيحة ان الركن والمقام كما ذكره السيد الشهيد في الخطبة الاولى قال يأتي الامام نص كلام السيد الشهيد يقول تعالوا قتلوني في الخطبة الاولى راجعوا الخطبة الاولى في النجف الاشرف في الكوفة يقول تعالوا قتلوني انا اعتقد ان الامام يعني ان امير المؤمنين افضل من الكعبة بعدين يترقى يقول لا حبيبي مو امير المؤمنين انا اعتقد ان مرقد امير المؤمنين افضل من الكعبة يعني المرقد بغض النظر عن امير المؤمنين افضل يأتي الامام الى الكوفة فيسوي بين ركنها ومقامها ويبعثها الى الاقاليم يأتي الامام الى الكوفة فيسوي بين ركنها ومقامها ويبعثها الى الاقاليم يأتي الامام الى الكوفة فيسوي بين ركنها ومقامها ويبعثها الى الاقاليم مثلا يفترض ان مرجع عمان يريد ان يوسع مرجعيته ويتخلص من معارضيه من قال هو سيد محمد الصدر لعله فلان لعله فلان ما ادري اسمه اسمه ربما مرجع اخر تخلص منهم لاجل شنو؟ لاجل توسيع مرجعيته لماذا يتعين ان سيد محمد الصدر يريد ان يوسع مرجعيته بهذا الترتيب ربما مرجع اخر يريد ان
يوسع مرجعيته، ونحن نعلم هذه المقدمة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، وهو أن العلاقة بين الشيخ الغربي وما بين ذاك الاتجاه الذي يمثله المحقق الخوي وسيد السيستاني علاقة تباين وعداوة منذ حوالي 25 إلى 30 سنة وإلى حين مقتل الشيخ الغربي قدس الله روحه. يعني قد يكون من المناسب أنه يراد التخلص منه لأجل رفع بعض الموانع عن انتشار مرجعية الجماعة الذي يؤمن بها. خلاصة والدي فرضت عليه المرجعية من حيث لا يدري ومو شغلته، واستغلت مرجعيته أبشع استغلال. وهنا قبل أن تسألني أقول تقي نصب السيد السيستاني لوحده، وهو كان يعمل مخبر اتصدق. عيش اليوم أحرار تموتنا غدا باسمي، تموتنا يخرج المولى المقدس السيد الولي من البراني، وكانت تتبعه مركبتان للنظام الهجراني اللعين، ينزل هؤلاء الذين كانوا قد اجرموا بحق المولى وامن الدوله باسمي سأسعى منكم سينشب أولاده على صدره عنكم يتمزقون عليهم يحموها بهذه السليمة وتحتل الخدام وتحتل البحثيين وتحتل منه دعمهم في أمريكا والبيت الأزواج. الله أكبر الله أكبر ستكفرهم بإسم أعلى أبواك الله أعد العدة لأهل بأخذ الناس على النيات. يأتي الإمام إلى الكوفة فيسوي بين ركنها ومقامها ويبعثها إلى الأقاليم. يأتي الإمام إلى الكوفة فيسوي بين ركنها ومقامها ويبعثها إلى الأقاليم.